السلام عليكم، أنا الدكتور رامي قطاش، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المنظار والسمنة. راح نتحدث اليوم عن مرض شائع خاصة عند الذكور، اللي هو مرض كيس الشعر أو الماسورة العسوسي أو الجيب العسوسي. هذا المرض منتشر خاصة عند الذكور اللي يكون عندهم شعر كثير وسميك، وقد يحدث عند الإناث. أماكن حدوث كيس الشعر هي أسفل الظهر ومنطقة السرة، احيانا عند الحلاقين تصير ما بين الاصابع اليد. هلا راح نتحدث عن اسباب هذا المرض. هو عباره عن اكثر من نظريه، واحده منهم يقول انه هذا مرض وراثي، الجزء الثاني بيقول انه هذا المرض ناتج عن تساقط الشعر من الجسم، من مناطق مختلفه من الجسم مش من نفس المنطقه، قد يكون من الشعر من اعلى الظهر ومن منطقه حول اسفل الظهر. مكان حدوث هذا المرض ما بين الارداف، زي ما حكينا كمان بالسرة. هاي المنطقة خاصة عند الناس البدينين اللي عندهم سمنة، بتكون منطقة مخفية رطبة، وخاصة عند المرضى اللي بيجلسوا جلسات طويلة، مثلا السائقين، شوفرية، اللي بيجلسوا على المكاتب لفترات طويلة هم معرضين أكثر لهذا المرض. اللي بيصير إنه الشعرة تدخل من خارج الجلد مش من داخل الجلد، تدخل الى داخل الجلد نتيجه الاحتكاك واللي يصير بالمنطقه ورطوبتها، بصير في عندنا انه هاي الشعره تدخل وتعمل جرح داخل الجلد، بتفوت جوا، بصير بيئه مناسبه للبكتيريا مشان تنمو. وعاده بيضطر المريض انه بيعاني من الم وحكه بالمنطقه، ومرات بيكون في تورم ودمل وقيح. هذه هي اعراض المرض. علاج الماسورة العسوسي اختلف من قديم الى الحديث. قديما كنا بنحكي انه علاجه فقط جراحي، اللي هو اما عن طريق استئصال كامل لكيس الشعر، طريقتين، اما طريقة انه نشيل كيس الشعر وبنخيط مكانه، وهي كانت الطريقة مشكلتها الوحيدة انه نسبة انه يرجع فيها المرض اكثر. الطريقة الثانية اللي هو لا، نشيل كيس الشعر وبنستأصل ونترك المنطقة مفتوحة لحد ما انه الجسم لحاله يسكر المنطقة، وبالتالي احنا بتكون فرصة انه يرجع المرض اقل. حديثا صار في عندنا علاج بالليزر لاستئصال هذا الكيس. علاج هذا بالليزر علاج عن طريق بروب صغير يدخل من الفتحات الناتجه عن كيس الشعر والجيب هذا، وبيعمل على تدمير القناه اللي فيها الناسور العسوسي.